لماذا هذه التعليمات الجديدة؟ التعليمات الجديدة الحقيقة هي جزء من تطور التشريع في الأردن بنعتبره. بالتالي إحنا لو رجعنا إلى تشريع الزواج في الأردن كأهلية زواج وسن زواج، ممكن نرجع لمئة سنة للخلف حتى نشوف كيف تطور التشريع في المحاكم في الأردن وفي الواقع الأردني، ابتداء من قانون حقوق العائلة العثماني اللي كان مطبق في محاكمنا سنة 1917، ثم بعد ذلك حقوق العائلة الأردني، ثم بعد ذلك حقوق قانون الأحوال الشخصية في 76، ثم تعديلات التي جرت في 2001. كل هذه المنظومة لو درسناها منشوف أنه إحنا في الأردن بشكل مبكر كان عندنا النظام القانوني هو بيحاول يضبط زواج من هم دون سن 18، بمعنى ما كان في عندنا سماح بزواج بحد أدنى للزواج بشكل مطلق. دائما كانت في التشريعات من سنة 1917 في إشارة لتحديد سن الزواج كأصل، ثم أيضا الاستثناءات كانت موجودة في التشريعات الأردنية على مدى 100 سنة سابقة. الجديد في الموضوع أنه إحنا في 2001 صدر قانون مؤقت جديد أصدرنا بموجبه قاضي القضاء تعليمات. هذه التعليمات كانت لأول مرة هذا الاستثناء سيكون موجودا، وبالتالي كان المجتمع سيتقبل هذه التعليمات لأول مرة أن نضع ضوابط على زواج الفتيان والفتيات. يعني كان الشاب اللي عمره 16 سنة أو الفتاة اللي عمرها 15 سنة وروح على المحكمة يتزوج وزواج طبيعي، مش بحاجة إلى أي موافقات استثنائية. في 2001 التعليمات ضبطت هذا النوع، وبالتالي صار إحنا بحاجة لموافقات استثنائية. مع مرور هذه المدة الطويلة من 2001 لغاية 2010 مع القانون الجديد ثم 2017، اقتضى الأمر كان هناك مدخلات جديدة لدينا في دائرة قاضي القضاء. من ضمن هذه المدخلات أنه إحنا شعرنا فعلاً أنه الأرقام في ازدياد وبحاجة إلى أن نضبط المسألة أكثر. ثم بعد ذلك دخلت لدينا هياكل جديدة يمكن أن تتعامل مع هذه الحالات، يعني أصبح لدينا مكاتب إصلاح الأسري لم تكن موجودة في 2001، أصبح لدينا الآن مديرية خاصة بشؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاء أيضا لم تكن موجودة على الهيكل في عام 2001. هذه الهياكل الجديدة أصبح الآن متطلب أن تكون لها عمل ضمن هذه المنظومة، فاقتضى الأمر بشكل كلي أن يكون هناك إصدار تعليمات جديدة ووضع ضوابط إضافية هدفها مزيد من الضبط، مزيد من التنظيم لإعطاء الموافقات لهذه الفئة من الناس لغايات الزواج. أيضا كان من ضمن الأشياء القيود التي وردت في مثل هذه التعليمات والمستجدات التي جاءت فيها أنه أن ترى من خلال لجنة وليس من خلال أيضا حالات فردية. يعني المديرية شؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاء اللي بيشوف الحالة هي مجموعة من القضاء وليس قاضي واحد، حتى نستطيع أن نحاول أن نطبق الاستثناءات على الوجه الأمثل. لكن مع كل ذلك الأرقام بازدياد صحيح، وأنا قلت في البداية في المقدمة الصباحية أن هناك في مسببات تقودنا إلى الزواج المبكر. إذا بنسأل لماذا الزيادة، سنسأل هل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الزواج المبكر ما الذي حصل بها؟ إذا بدنا نربط الزواج بالفقر، هل زاد الفقر في الأردن؟ طب إذا زاد الفقر في الأردن معناته زادت الأسباب، ضغطت بشكل أكثر تعقيداً وبالتالي حتزيد. طيب إذا عندنا موضوع اللي هي الثقافات، في عندنا بعض العائلات لديها ثقافة زواج مبكر، وهذه التناسل لديها بشكل أكبر ربما من الجهات أو البيئات التي لديها الزواج يكون متأخر. أيضا هذه البيئة الثقافية الحاضنة لهذا النوع من الزواج هل زاد عددها؟ بشكل أكيد نعم زاد، وبالتالي زيادة عدد هذه الفئة سكانيا سيدفع أيضا بمزيد من الأعداد التي تطلب هذا الاستثناء. أيضا إحنا بنعرف أنه نتعامل مع علاقات عاطفية أحيانا ما بين الشباب والفتيان والفتيات، بالتالي بتكون أحد الأسباب. هل زادت مدخلات هذا الموضوع وأعدادها؟ أنا بأكد لكم أنه نعم زادت، وبالتالي أيضا هذا صار مدخل جديد أيضا لزيادة الأعداد. موضوع التعليم قلنا هو سبب التسرب في التعليم، من أهم أسباب الذهاب إلى الزواج. هل في عندنا مشكلة حقيقية في التعليم وتسرب في التعليم؟ أنا ما بحكي من عندي، إحصائيات وزارة التربية والتعليم كنا في ندوة قبل شهرين بجزء أو شهر على نفس الموضوع، أشاروا إلى الأرقام الكبيرة التي تنصرف من التعليم قبل ربما أحيانا حتى التعليم الأساسي ولا يوجد لها متابعات. فإذا زاد التسرب في التعليم ستكون هناك أسباب أيضا إضافية ضاغطة لتقدم بالطلبات من أجل الزواج. إذا قضية الزيادة يمكن دراسته في منطق في الرقم، يعني مش قصة أنه بس لأنه اللجوء السوري جاء للأردن، لا، لأنه أيضا المدخلات لهذه المنظومة أدت إلى ازدياد موضوع الزواج المبكر.
اللي بيشتغلوا في الزواج المبكر ثلاث جهات، إما اللي بيتعاملوا مع حقوق الطفل بيطرحوا هذه المسألة، أو اللي هم بيطرحوا قضايا المرأة بيطرحوا هذه القضية، بحكي على مستوى دولي أنا، أو اللي بيتعاملوا مع قضايا التنمية والسكان. الأستاذ المهندس ميسون طلعت بجوز موجود، أيوة موجودين. أنا اللي بجوز بستغرب قليلا من الطرح، بجوز أنا بشعر أنه فيه تناقض وهم يجاوبون عليه. طبعا ليش جماعة التنمية والسكان بيشتغلوا في ملف زواج القاصرات؟ معروف، لأنه اللي بيشتغلوا في التنمية والسكان بدهم دائما تقليل نسب المواليد دوليا أنا بحكي، وبالتالي بدهم حجم الأسرة تكون أقل، بالتالي هم بيركزوا بيهتموا في هذا النوع من الملفات. وبالتالي أنا بفسر بشكل طبيعي لماذا المجلس الأعلى للسكان مثلا في الأردن ماسك هذا الملف وبده يشتغل عليه، لأنه بيرتبط بسياسته المتعلقة بالسكان والمواليد وإلى آخره. فبالتالي هي القضية مش قضية حقوقية، مش حقوق طفل ولا حقوق امرأة لما المجلس الأعلى للسكان يشتغل في هذا الملف. بس أنا سؤالي إنه دكتورة سوسن التعجب مش المجال، الفرصة السكانية التقرير الذي أقره مجلس الوزراء وعمم على الوزارات واللي أنتوا اشتغلتوه واللي كان مبني على أرقام واضحة، مبني على اللي هو أعمار القوى البشرية، نعرف الفرصة السكانية أنه نسبة المعيلين يكونوا أكثر من المعالين، كل دراستكم بنيت على أنه نسبة القوى العاملة بالفرصة السكانية هي من 15 إلى 64، وهذا المعيار الدولي اللي انتوا اشتغلتوا عليه. فبتيجوا في الدراسة بتقولونا انه الـ15 هو قوة عاملة ومعيل، وبعد شوي بتيجوا بتحاربوا الزواج اللي بين 15 و18 وبتقولوا لا هذا معال. في تناقض في الطرح، يا ريت تجاوبونا عليه هذه حتى نعرف كيف نشتغل. فإذا كان أنا المستوى الدولي بيقول لي من 15 فما فوق هو معيل، وبالتالي هو من القوى العاملة في المجتمع، وبالتالي هذا من الفرصة السكانية، إذا كيف أنا بدي أتعامل مع الملف بملفين متناقضين؟ هذه النقطة الأولى. طيب دقيقتين بعد ما بدينا أعطيك ثلاث دقائق. طيب أيضا في أنا بدي أركز على قضية، لأنه نحكي إحنا في القانون وإحنا القضاء بنحب القانون وبنحب شوية دقة في الموضوع. في هناك طرح يحاول أن ينشر فكرة إنه الإقرار والموافقة والرضا منعدم لهذه الفئة، وأنا بصراحة حاولت أرجع في هاليومين وقبل ذلك إلى المنظومة الدولية كلها حتى ألاقي واحد بيأيد هذه الفكرة، لم أجد. لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق الدولي العام والخاص، وأنتوا أدرى مني في هذه القصص، في نص واضح، النص الواضح إيش بقول؟ للرجل والمرأة متى أدرك سن البلوغ، هذه المادة قديش، مادة 16 من الإعلان العام لحقوق الإنسان، للرجل والمرأة متى أدرك سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد. لما يجوا على الاتفاقيات اللي وضعوها اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 64، نصا صريحا على أنه لا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضا كامل، وكانوا بقصدوا في هذا السن اللي هو دون سن 18 على وجه التحديد، وكان الطلب من الدول كلها أن يكون على الأقل أن تحدد سن أدنى للزواج مش ضد 18 أو فوق أو تحت 18. أنا بدي أقول لكم كل القضايا الدولية تقريبا فيها وضوح ما عدا هذه القضية. أنا مش بشجع الزواج المبكر ولا ضده، بس أنا قاضي بطبق القانون في الأخير، إرادة المشرع أنا مجبر على تطبيقها. هذه القضية لا يوجد فيها بعد دولي واضح. لماذا؟ أنا بحكي على مستوى اتفاقيات، في توصيات وفي إلى آخره ماشي، بروتوكولات خاصة ماشي، بس بحكي على مستوى اتفاقيات ملزمة للدول، ما فيها بعد دولي واضح بتحديد سن محدد للزواج. كل الاتفاقيات كانت تقول أنه يجب على الدول أن تلتزم بمجموعة معايير من ضمنها أن تحدد سن أدنى للزواج، كان هناك توصيات لأن يكون 18، أيضا كانت الاتفاقيات تحدد بأن يوثق هذا الزواج وأن يكون برضا كامل من الأطراف. فمحاولة إظهار أنه الرضا منعدم للفتاة أو الفتاة من 15 إلى 16 لا يؤيده لا سند قانوني ولا فقهي ولا دولي ولا شرعي ولا منطقي ولا أي شيء،
لكن نبحث في الأسباب والمسببات نعم، لكن تيجي تثبت لي تقول لي هذا الرضا منعدم ولا تملك الموافقة، أنت بحاجة إلى أن تثبت ذلك بالدليل. نحن يا سادة في دائرة قاضي القضاء انعكاس لما يحدث في المجتمع، بالتالي مش مطلوب مني أنا كقاضي، يعني أنا بضرب دائما مثال زي وزارة العدل في القضاء النظامي، إذا في مشاكل بتعالقوا فيها بالقانون بترتفع نسبة الجريمة بتنزل نسبة الكذا، ما من يجي من حاسب القضاء ليش ارتفعت نسبة الجريمة، من حاسب المجتمع، من حاسب الجهات والدوائر والكذا المسؤولة عن هذه المنظومات كلها. القضاء دائما انعكاس لما هو موجود في المجتمع، ما دام المشرع يريد ذلك أنا ملزم أن أطبق ذلك، لكن وفق السلطة التقديرية الممنوحة لي. على كل، نحن نحاول من خلال هذه التعليمات الجديدة أن نضبط هذا الموضوع قدر الإمكان، لكن لا أفشي سرا إذا قلت لكم المسألة صعبة، وصعبة جدا ومعقدة، لأنه ضغط الطلبات على الزواج كبير جدا، وصرنا لأنه الآن كل الطلبات تأتي للدائرة بشكل مركزي، الطلبات التي تأتينا حتى دون سن 15 أيضا ليست قليلة، حتى بيطلبوا استثناء مع أن القانون لا يجوز لهم مثل هذا الاستثناء.